عيد تحتفل به جميع الأديان والطوائف، ولكن بطرق مختلفة ولأسباب مختلفة. فهو لدى البعض يوم بهيج يستدعي الاحتفال والفرحة والسعادة، ولدى آخرين يوم حزين يذكرهم بماض مؤلم، وبعضهم يعتبره فرصة للتكفير عن الذنوب. تعرفوا معنا إذن على طريقة احتفال الأديان المختلفة بيوم عاشوراء هنا على ملخص القصة. لما قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وجد اليهود بداخلها يصومون يوم عاشوراء. عند سؤاله لهم عن السبب أجابوا: إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وأتباعه من اليهود من بطش فرعون وجيشه، وتمكنهم من الفرار بعد غرق جيش فرعون. عندها سن الرسول سنة صيام يوم عاشوراء من كل عام احتفالاً بنجاة نبي الله موسى من الغرق. واحتفال مسلمي السنة بيوم عاشوراء يكون بصيامه إحياءً للسنة النبوية، مع تقديم أنواع معينة من الطعام والشراب كنوع من الاحتفال بذلك اليوم. أما عند الشيعة فيوم عاشوراء هو ذكرى وفاة الإمام الحسين عليه السلام حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، الذي توفي سنة 680 للميلاد. يكون إحياء ذلك اليوم لديهم بمظاهر رمزية لتأنيب الذات وإظهار الحزن على وفاته أثناء النزاع ما بينه وبين يزيد بن معاوية. في تلك المشاهد ينشد الآلاف من الشيعة أناشيد دينية تأبينية، يقومون بضرب صدورهم ويجرحون أنفسهم بنصال حادة، ثم يلهبون ظهورهم بالصياط في حركات تبدو متناسقة. أما عاشوراء عند اليهود فيسمى بيوم الغفران أو الكفارة كيبور. يعتقدون أنه اليوم الذي بدأت فيه الخليقة، وهو اليوم العاشر من شهر تشري العبري، واليوم الوحيد الذي يصومونه لأنه فرض عليهم. أما الأيام الأخرى التي يصومونها فيعتقدون أن صيامهم فيها نافلة. يبدأ صيامهم لهذا اليوم قبل غروب الشمس بنحو ربع ساعة، إلى ما بعد غروب الشمس في اليوم التالي بنحو ربع ساعة أيضا، فهو لا يزيد بحال من الأحوال عن 25 ساعة متتالية، وهو عاشوراء اليهود. يوم عاشوراء له مكانته أيضا عند المسيحيين. تحكي آيات الكتاب المقدس نصح الله لموسى بأن يترك أرض مصر وينجو هو وأتباعه من فرعون، ففعل موسى ما أمره الله به وأخبر أتباعه، ليكون عيدا يحتفل به المسيحيون كل سنة وفقا للكتاب المقدس، ويطلق عليه في الديانة المسيحية عيد الفصح. حتى قريشا في الجاهلية كانت تصوم يوم عاشوراء، كانوا يكسون الكعبة ويعيدون. سبب صيامهم لعاشوراء هو أن قريشا أذنبت ذنبا عظيما في الجاهلية وأرادوا التكفير عن ذنبهم، فقرروا صيام يوم عاشوراء فصاموه شكرا لله على رفعه الذنب عنهم.